هذا وجاء انسحاب ميليشيا الحوثي والمخلوع من شبوة يوم أمس بالتزامن مع ترتيبات واسعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوة التحالف لتحرير المحافظة. التقرير التالي والتفاصيل. قبل ساعات من بدء عملية استعادة محافظة شبوة من قبل وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، انسحبت ميليشيا الحوثي والمخلوع. المحافظة التي كانت آخر معاقل الميليشيا في الجنوب باتت تحت سيطرة رجال المقاومة الشعبية وفصائل من الحراك الجنوبي. إلى مدينة عتق اللي هي عاصمة محافظة شبوة، وحاليا نحن موجودين فيها، الأمن فيها مستقر مستتب على ما يرام. طبعا بقيادة الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وهذا ثمار نضال أسبوع أو ثمار عمل أسبوع. كنا اجتماعات نحن والأخ قائد المحور. هذا الانسحاب يأتي في ظل انهيار واسع تشهده صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع على أكثر من جبهة، ومحاولة أخيرة للانكفاء باتجاه الداخل لصد تقدم القوات الموالية للشرعية نحو العاصمة صنعاء. وكان الانسحاب المفاجئ لعناصر الميليشيا قد أثار مخاوفا من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوة تالية تتمثل في خروج المخلوع من باب الحوثيين ودخوله شبوة من نافذة القاعدة التي تعد المحافظة أحد مراكزها، إلا أن تقدم القوات الموالية للشرعية وبسط سيطرتها السريع على المحافظة أوقف على ما يبدو سيناريو كهذا.